او انا ماشي اوكي بلاش انا بحس ان في الاغاني نمبر 1 والاغنيه اللي هي كانت ومافيا والاغنيه اللي نازله جديد انا بحب الاغاني دي جدا بس في عندي مشكله انا يعني على فكره محمد رمضان فنان كبير قدم ادوار صبي عالميه ولو هشحت مش عمل زيه نهدي السبعي لمحمد رمضان لو متعرفش فريد شوقي اسال جوجل السلام عليكم لطفا قبل ان نبدا لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاه على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس نهدي السبعي لمحمد رمضان لو ما تعرفش فريد شوقي اسال جوجل ردت الفنانة نهدي السبعي حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي على مقارنة الفنان محمد رمضان بجدها الراحل وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور انستغرام وكتبت السبعي لو ما تعرفش مين فريد شوقي مش لازم ترجع لكتب التاريخ اسأل جوجل أفلام الجريمة زمان غيرت سلوك بشر للأحسن وقوانين بلد للأرحمة وحش الشاشة ملك الترسو الأسطى حسن حميده وقال في لقاء تلفزيوني ببرنامج بيت العيلة على شاشة قناة النهار أول عمل لفريد شوقي كان حميده وكان تاجر مواد مخدرة وكان بيقوم عمل الفاحشة مع فنانة خلال الدور وبعد حملها قتلها فيلم حميد أصعب من فيلم عبد موتى فهناك نجوم كبار قدموا أشياء أصعب من عبد موتى وجاءت رسالة الفنانة نهدي السبعي بعد رسالة والدتها المنتجة نهاد فريد شوق اليوم إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة بموقع انستغرام منتهى الجرأة من محمد رمضان التصدي للمقارنة بين فيلم حميدو الذي ما زال في ذهن الجماهير على الرغم من مرور 70 عاما وبين عبد موتى الذي ينتهي في ذهن الجمهور بمجرد عرضه محمد رمضان فنان كبير قدم أدوار صبي عالمية ولو هشحت مش عمل زيه أعرب الفنان محمد رمضان عن غضبه لما يثار من البعض أنه